بفصل الاتجاه لكن والله حتى الحرب الان التي تسقط في ارض فلسطين والله في ايام الشتاء والخلود نستعد الى فلسطين لعلها تفوز. الله 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 اجعلها تحيا رحمه لا تحيا على عذاب على يجي مع الطريق من هنا هو طول الساعة لا 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 سبيطار من الداخل الان هنالك 200 سكن بشكل رسمي من
بضرورة فتح تحقيقات معمقة ومستعجلة من
لاجل استرجاع هذه المحكمه للقضاء الطولي الفوري القانون السوري لقوات الاحتلال وفق ما يتعرض اليه الشعب الفلسطيني الاجنبي. وتواصل المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات الصهيونية مع مرور اليوم 26 من العدوان على غزة، حيث قصفت كتائب القسام مستوطنة إسرائيل المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، كما تمكنت من تدمير آلية صهيونية متوقفة شرقي خان يونس. ونشرت الوكالة الصهيونية صوراً لستة جنود قتلوا بداخل مدرعة بعد استهدافهم من قبل قوات المقاومة الفلسطينية. وقد استهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة حجر الديك بقذيفة الياسين 105، ويشتبكون مع أفراد القوة الصهيونية قبل أن يتمكنوا من الانسحاب تحت غطاء من قذائف الهاون. ينضم إلينا الآن الخبير العسكري اللواء واصف عريقات من رام الله. سيادة اللواء أهلا وسهلا ومرحبا. سيادة اللواء، إسرائيل تدعي السيطرة على بعض المناطق من قطاع غزة توصف بالرخوة، إلى أي مدى يمكن أن تتوغل جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في القطاع؟ يعني حتى الآن الجيش الإسرائيلي يعلن بأنه يريد تطوير قطاع غزة أو تطوير غزة، يعني هذا دل على شيء يدل على أنه فشل في الهدف الذي أعلنه في الماضي بأنه يريد تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية أو تدمير المقاومة الفلسطينية وحماس. هذا التراجع في العناوين انعكاس في واقع سيء للجيش الإسرائيلي على الأرض. بالأمس كان هناك وما زال شبكات مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وتم حتى الآن قتل 13 جندي وضابط اعترف بهم العدو الإسرائيلي. تم اغتيال دبابة المركبة وهي فخر الصناعة الإسرائيلية. تم اغتيال آلية النمر المحطمة والتي يعتد فيها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي. لا يتقدم الجندي الإسرائيلي على الأرض مترا واحدا دون أن يكون هناك طائرة تسانده ومدفع يسانده ودبابة تحمل. وهذا يعني بالعلم العسكري أن الجندي الإسرائيلي غير مؤهل أن يحقق أي إنجاز في مواجهة المقاومين الفلسطينيين. معروف أن الحرب البرية تعريفها بالعلم العسكري أن يترجل الجندي الإسرائيلي على الأرض ويمسك الأرض ويسيطر عليها ويتعامل فيما بعد بالأهداف المصيرية، يعني كل الدبيعة. ولكن هذا حتى الآن لم يتحقق للجيش الإسرائيلي، رغم أنه يعني بالأمس دفع أعداد مضاعفة للجنود الموجودين منذ ثلاثة أيام، ولكنهم حتى الآن يواجهون بمقاومة باكلة وتصدي للمقاومة. سيادة اللواء، تحدثتم الآن أنه الجانب الصهيوني لم يتمكن لحد اللحظة من تدمير حماس ومن ورائها المقاومة، وأعلن صباح اليوم عن مقتل 13 جنديا من بينهم 2 أو 3 من عناصر النخبة. كيف يمكن أن يساهم هذا العامل وأنتم خبير عسكري في ضرب نفسية الجندي الإسرائيلي المحطمة بالأساس؟ هي بالفعل هي محطمة بالأساس من يوم 17 وقبلها في مواجهات المقاومين الفلسطينيين، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في 28، يعرفون فشالة المقاومة الفلسطينية والمكان الفلسطيني. الجندي الإسرائيلي مسكون في عقيدة هانيبال، يعني إما أنك أسيرا وإما أنك قتيلا. اليوم كنا نشاهد بعض الفيديوهات التي ينشرها الجنود الإسرائيليين عن مقاومة غزة وكيف يخرج لهم المقاتلين من أنفاق من تحت الأرض ويشتبكون معهم ثم يختبئون يختفون. هذه الفيديوهات تؤكد على رعب الجنود الإسرائيليين من المقاومين الفلسطينيين وعدم قدرتهم على تحقيق أي إنجاز. لذلك يعني يصرح وزير الحرب جلس ويقول ان الامور معقده وان الجيش الاسرائيلي يمر في ظروف
مؤلمة، استخدام وزير الحرب ظروف مؤلمة، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتحسس ويتلمس على أرض الواقع بأنه من هزمه يوم 17 ما زال موجودا وما زال قادرا، وبالتالي نعم وبالتالي لا يمكنه تحقيق أهداف على أرض الواقع. شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء واصف عريقات الخبير العسكري، كنتم معنا مباشرة من رام الله. هذا وشهدت أسلحة المقاومة تطورا ملحوظا، فبعد عملية الطوفان الأقصى كشفت المقاومة الفلسطينية عن استخدامها لصواريخ وقذائف جديدة، استطاعت تحقيق انتصارات كبيرة ومتتالية على الميدان فنحن بمفهوم الانتفاضة بأدوات محلية كما يقال أو بيتية لمواجهة العدو، ثم انتقلت إلى نظرية المغاوير أو الفدائية لتكلف الاحتلال تكلفة عالية، ثم تطورت إلى نظرية كيف الكونتم، ثم تطورت إلى طوفان الأقصى، تعدد الجبهات متعدد الأنواع يتميز بأمواج وأمواج انفجارية جلدة على العدو الصهيوني. أما لاحظ الأدوات القتالية، فقد طور المقاتلون الفلسطينيون الشجعان أدوات القتال في معركة ترتيبية مركبة في البر والبحر والجو والحرب السبرانية، وكما سمعنا بالأمس دخول سلاح جديد في المعركة وهو الصواريخ البحرية والتوربيدات. قذائف يسيرة، توربيد عاصف، أمثلة عن بعض الأسلحة الجديدة تستخدمها المقاومة لأول مرة في عملية طوفان الأقصى. أسلحة داغتت وفاجأة المحتل المدرع بدباباته وآلياته، واصف عريقات خبير المهندسين والخبراء من صناعة صواريخ مضادة للدروع وآخرها صاروخ ياسين المضاد للدبابات ومضاد للدروع، إضافة إلى الرشاشات سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة والحناطة، وهناك أيضا صواريخ أرض أرض وصواريخ أرض جو، وهناك يعني الأنفاق وهي أيضا الخطط الاستراتيجية لمواجهة العدو الإسرائيلي. ورغم هول المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق الأبرياء العزل، إلا أن المقاومة لا تزال صامدة وفي جعبتها الكثير، ولن يتوقف هذا الطوفان حتى يولي بل يولى بالقوة هذا العدو أدباره. هذا وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منذ قليل أنه لا يمكن إحصاء عدد قتل الكيان الصهيوني بالنظر للعدد الكبير الذي أوقعته عناصر المقاومة في ساحة المعركة. وبالنظر لما يحدث في غزة، تتزايد ردود الفعل المنددة بالعدوان الصهيوني على القطاع، خاصة بعد المجزرة المروعة بمخيم جباليا. التفاصيل معك شهرزاد وتتفق. نعم، قطع للعلاقات واستقالات واستنكار تنديدا بالمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، حيث قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني احتجاجا على جرائمه ضد الإنسانية. كما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب المذابح التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة. لدورها استدعت تشيلي سفيرها احتجاجا على العدوان الصهيوني على القطاع. هذا وثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موقف كل من تشيلي وكولومبيا وبوليفيا وتضامنها مع الفلسطينيين. وتنديدا بالمجازر الصهيونية، استقال مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من منصبه، واصفا العدوان بالإبادة الجماعية ومشددا على ضرورة تحمل المنظمة الأممية لمسؤوليتها. وبإسبانيا قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية جيني بيلارا
إن الكيان الصهيوني يظهر أسوأ ما في الإنسانية بقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين وكبار السن. وبأمريكا عبر محتجون عن رفضهم دعم بلادهم للكيان الصهيوني خلال جلسة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، ذوي أياد ملطخة بالطلاء الأحمر وبهتافات متعالية منددة تطالب بوقف دعم الإبادة الجماعية وإنقاذ أطفال غزة ووقف الحرب العدوانية. وفي بلجيكا رفضت نقابات النقل البلجيكية التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني واعتبرت نقلها مساهمة في إمدادات قتل الأبرياء. موجة الاستنكار هذه متواصلة بكبريات العواصم الأوروبية، حيث أغلق مئات المتظاهرين محطة ليفربول ستريت إحدى أكبر محطات القطارات في لندن دعما للفلسطينيين وطالبوا بوقف مجازر الكيان الصهيوني في حق الأبرياء. بهذا نصل إلى ختام الجريدة التي كانت في إخراجها أثيريا حسب خيبة وعبر تقنية اللايف ستريمينج أسمى بوطرفة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها للأنباء. رئيس الجمهورية يشرف بقصر الشعب على مراسم الذكرى 69 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة ويترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش بابن السوس بالعاصمة، ويعتبر هذا الصرح لبنة إضافية في منظومة الصحة الوطنية. في رسالة بمناسبة الذكرى، رئيس الجمهورية يجدد عزم الجزائر الجديدة على تحقيق أفضل المستويات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجدد موقف الجزائر الثابت واللامشروط في دعم الشعب الفلسطيني، ويدعو كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاستفاقة العاجلة ووقف العدوان المتعجرف على الأطفال والنساء في غزة. مجزرة صهيونية ثانية بمخيم جبالية تخلف عشرات الشهداء والجرحى، والحصيلة تقارب 9000 شهيد معظمهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة الفلسطينية تناشد توفير الوقود في المستشفيات والقطاع قبل فوات الأوان. وفي اليوم 26 من العدوان الصهيوني على غزة، قوات المقاومة تواصل ذكر المستوطنات الصهيونية وتكبد جيش الاحتلال مزيدا من الخسائر بقتل 13 جنديا صهيونيا. فتح معبر رفح البري اليوم ولأول مرة منذ بدء العدوان أمام الجرحى والعالقين في غزة من حملة الجوازات الأجنبية. تتابعون برامجنا يوميا على الآفاق. الكونسات 1 24.8 درجة غربا بتذبذب 12231 ميجا هرتز استقطاب أفقي بترميز قدره 15910 سيمبل ريت أو فك 3/4. إذاعة الجزائر من عنابة على موقع الإذاعة الجزائرية غطوة جديد وجديد وإعلام جوي.
فيها. تابعونا. ظهرت كفاحه وتعبان اللي من
انت تسوق ويحبها مليون زيد رم تفاضينا عايش ارجعوا موقع المجلس نشوفوا من عند اقصى قانون قانون الماليه التعديلي نهار برك بتشوف في المجلس يومي في نهار واحد ارجعوا المجلس خراب شوفوا كيفاش كانت الاسره تتمخض وتطلب معلومات ومعلومات وما تساوي تلوس لما يجيبهم لك المعلومات وينهم كانت الوزراء في المخضرة ذكا عطالة للدولة ما دوك نحيو مجلس النواب والدولة تعمش تحب هي ونفتحو مشاري متاع النواب خلاف المجلس راه ثم مجلس أخرى صايرة اليوم في مجلس النواب تضامني مع الموظفين في مجلس النواب اللي نعرفهم نعرف منهم برشا اليوم الإعفاءات حلوا رايد الرسم ثم ناس اللي عاود حل المجلس ما عندهمش حق يعاتبوا المجلس ما تجيوش تخدموا هكا تعسفا وثم ناس شوفوا قائمه الاعفاءات من الخطط الوظيفيه في مجلس النواب مذبحه اللي قاعده تصير في حقهم وهذوما ناس خدموا وقت بن علي وقت النهضه وقت البيجي موظفين ما عندهمش الوان سياسيه نرجع دونك اللي يعتقد ان اللي كان يعتقد انه مجلس النواب نتاع 11% هو باش يبدل وضعه راهو صحيح باش يبدل باش يبدل وضع نوابه فقط الباقي قيس سعيد يفعل ما يريد وهك سمعت رئيس المجلس كي تسأله على قانون يقول لك شنو يحب رئيس السلطة التنفيذية انت مالك ومالك هو التنفيذية وانت تشريعية تاني غم بين مؤسسة الدولة سلبية رجعنا قانون المالية التعديلي ثلاثة حتفظوا ثلاثة رفضوا بن علي كان أكثر رفض في برلمان بن علي كان رفض أكثر من هك اللي كنا نقول عليها معارضة كارتونية الحقيقة معناها إذا كان الوضع هذا يستقيم دوك أنا اللي يهمني حال توانسة علاش قانون المالية في الوضعية هذه خاطر مثلا ماشي رؤية تو كانت عندنا بودن من بعد جانا الحشاني نعرفوا وين يحبوا يهزوا تونس نعرفوا قيس سعيد وين يحب تونس وين يحب يهز تونس نعرف وين أنا أنه التونسي ظاهر باش تقسم شفتها من الداخل الجبائية نتاع الدولة والله تقرأت 27% تيفا يدفع فيهم الوكيل 27% يدفع فيهم الشهر درات كونسوماسيون 10% يدفع فيهم الوكيل معناها ميزانية الدولة من ظهر المواطن الذي إن الشركات 12.5% برك هذا قوانين اجتماعية هذه ضريبة اجتماعية علاش ما تنقصش الضرائب على الشهارة وتزيد في المؤسسات وما خليت نفس الشهارة النات يزيدوا شوية واللي يستهلك ويخدم المؤسسة هاو اللي فيد التوانسة شعارات ومتفهم احليها المبادئ نحب انا المبادئ نحب نراها في التيران النصرة والشهادة نحبها نجي نحروا فلسطين نجي نخموا كيفاش نجموا نعاونوا فلسطين والعرب هذوما اللي قتلوا بعضهم كيفاش نقنعوهم انه على القليلة يحسنوا شوي يعاونوا مكان الأسلحة اللي دمرنا بها اليمن السعودية دمرت بها اليمن مشيت المقاومة الفلسطينية رانا شفنا التغيير على أرض الواقع دونك كيما انا معناها اللي نلوموا خارجيا ما نجمش نوافقوا داخليا كي نحكيوا على حقوق وحريات وحق الفلسطينيين في الحرية وفي تقرير مصيرهم زاد داخلين ماذا بين الناس ما تحطش في الحبس 600 وحتى عبير موسي وغيرهم هكذا كظلم من وضع تاني شوية ناس شعار نعاود نقول تعويل على ذات ان نحب نعاوله على ذاتنا مش نعاوله على ذاتنا ثم برشة اثنين يزن نشوف فيهم برشة بيبين يزن نحلهم اولهم حاجتين هو الاكتفاء الطاقي احنا مرهونين في كل شيء احيانا في الاكتفاء الغذائي والاكتفاء الطاقي احنا باش تحل اورديناتورك ذوك انت راهو جايك من برا باش تاكل خبزه ولا خبزه بمعنى خبزه معناها كسره خبز راهو قمح جاي من برا الحقيقه معناها هذا كل ما ثماش في قانون الماليه ما ثماش رؤيه اقتصاديه لاصلاح كل هذا حكينا برشا عار وخس وريع والمنظومة البنكية دار شي بها المنظومة زادها 4% بما وافقت المنظومة البنكية خاطر نحالها إجراء آخر شكرا لك سي نبيل هذه قراءات أولى الآن زلنا نرجع شوية للشأن الداخلي في قراءة لتوازنات مالية في قراءة للتونسي كيفاش يعيش العام الجاي كيفاش يعيش العام اللي بعده الصحة بقداش الماكلة بقداش الليسانس بقداش حياته اليومية بقداش ما يعرفش التونسي شبيبة لازم نفهموا شنو الوضع الناس الكل شكرا لكم كلمة أخيرة ما نجمش سامحني حضرتك بها نكتب بها ترحم موسين ترحم على الشهداء وموسين كده والضحك فما منه الربح والفلوس ما تروح تنبرع تنجيمين جولدين كود فارس بتبيع كل زيادة تحكيه على المزيد والفوت أكيد السيوسة بالعاصمة وعشية الفكرة بعد رئيس الجمهورية برسالة
الأمنية أن جيل بارك مشيرا إلى اتخاذ المسؤولية وقداسة الأمانة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية كانت الجزائر الجديدة. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى المجازر الصهيونية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحتل والمحاصرة، مؤكدا دعم الجزائر اللامشروط والثابت للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة قولا وفعلا. المناسبة أحيتها ولاية عنابة بالترحم على أرواح الشهداء وتكشيف متحف المجاهد في مقام الشهيد ليكون فضاء لحفظ الذاكرة الجماعية للنضال الثوري بالناحية، وذلك بعدما تم أمس إعادة دفن رفاة 47 شهيدا بمقبرة الشهداء بعنابة بإشراف من السلطات الولائية وكذا السلطات العسكرية والمنتخبين بمعية الأسرة الثورية. إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اليوم 26 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الممنهج على القطاع مخلفا المزيد من الشهداء، وصل عددهم إلى قرابة 9000 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء. على صعيد آخر تواصل المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنة الصهيونية، حيث قصفت كتائب القسام مستوطنة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة. هذا ويتم اليوم فتح معبر رفح البري، ولأول مرة منذ بدء العدوان الصهيوني على فلسطين أمام الجرحى والعارفين في غزة من حملة الجوازات الأجنبية. في الرياضة يواجه أمسية اليوم فريق حمراء عنابة بسوق هراس الوفاق المحلي بسوق هراس وديا ضمن تحضيرات الفريقين انطلاقا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وفي السباحة يتنقل اليوم المنتخب الوطني للسباحة إلى شرم الشيخ المصرية للمشاركة في البطولة العربية والإفريقية بدءا من الخميس القادم. ختام الموجز إلى اللقاء. التي ما زالت تعطي رؤوس الأجيال الصاعدة حول التأثير الحقيقي، فإننا نسعى ذكرى أول ثورة باعتبارها تاريخ الفتح الحروري للجزائر والقمة
لكن الأخيرة لا تريد تحكي مع ما تحكيش خلاص معه.
عليكم. السلام ورحمة الله. أنت معايا من نورمال؟ لا بوليس بس. هاي ما لروح عندكم هاي. أوبا. يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا يضربنا عمي البوليس. البوليس يمارق قبل التحتية. شوفي شوفي. حاول بحر قريب باي باي. إبراهيم. إيه بحر باي باي. تاكسيات. Thank you.
هذوك من الجو الاخر، هذوك من الجو الاخر. هي اخرين هي معمره عشان تشوف. ايه من الجو الاخر. لا فادر طاح في واحد صامت واحد رجله مر رجله نقولوا له مرت يعني العقل ياك كان يتبع قلبه حنين هكا يفوتها نورمالو كان يتبع لا هي الحقل يلعبها زعما عنده تحت هي قضية سكيورتي مش ملاحة هي هي ما هيش ملاحة قدر ربي كش ما يسرع بك تفوت أيوة. ديرك يضرب راسه ولا حاجة بيت شرة يا بس حنين تعود في وسط البلاد هيك تعيش فيها هي موزين يا راجع درقي درقي تم برك على قاعد يقول لك ارواحي شفتيها فقوا بينا يا شفتيه قاعد يقول لك ارواحي فقوا بينا وش راح نديروا شفتي هاو الاخر هاو هاو يزفر علينا بعد شفتي هاو يزفر لصحيبه وقال له هاو من هاو هاو كم دراري صغار ها شفتيها شفتي كم هم في ثلاثة درجي بابا نزلتي برقة على بالها كيف سخوة على بالها والله كعبة لا والله كعبة لا بطاها ضربات والله يا يما ما فهمت عليك لا لا العشر الاف هذيك ما كان حتى مشكله يما دركني شويه حاكم طريق درك شويه ونبعثها لك فنا لا سماح يما عايش سماح في النمره هذا نبعثها لك في النمره هذا هاي خلاص درك شوية واحد العشر دقائق ونبعتها
عايش ربي ينور ربي يبارك فيك. ليش دخلت متعلقة فيها؟ أعطي أعطي مع أمها من هي. بارك الله فيك خويا. ربي يعينك. والروح الوطنية اللي كانت موجودة هي الشعب وهي اللي موجودة الآن على الشقة أنا في فلسطين أكيد يعني سيعيشون ربما نفس اللحظة التي عشناها نحن اللي يبقى أنه شعب الهمة وتدريت وتدريت الإيمان أن الله عز وجل ما دامت القضية قضية عادلة ستنتصر وما دامت الأرض هي اللي تخلي الإنسان يدافع عنها أرض قضية الآن هي أرضي وما دامت أرضي فأني لم أتركها إما أن أموت دونها أو ينصرني الله عز وجل عن الأمر وهذا ما كان حققه الشعب الجزائري كان يحققه إن شاء الله
الشعب الفلسطيني، وانا متاكد انه اغلبيه يعني الشعب الفلسطيني لم تشاهد فاطمه كل ما هناك تسجيل الا وكانت على مدى العداء الايمان المطلق بانتصار كل ما يكون قصف وقتل ودمار كل ما تقوى عندهم الروح العزيمه العزيمه لانه في اعتقاد اخر هذا الانهزام هذا القاتل وسيلته هي وسيله مع اضعف وسيله للقتل والاداره واباده من الاطفال العزه والاطفال والنساء. فنحن كشعب نوعا ما جزائري نبث لهم هذه الرسائل ان فعلا ثباتكم على الحق واستماتتكم في ارضكم هو اللي سيحقق لنا النصر. نعم. فكذلك حيث كان هذا الشعر وهذا الادب محفزا لهذه الثوره كان حرص على صيانه كل العالم الشخصيه الجزائري، وهذا امر نوعا ما محبب ايضا انه يتكلم هذه الاشخاص تتكلم على اننا نختلف عنهم وعن هذا الاخر في شخصيتنا في هويتنا في ديننا في حضارتنا من غير انه داخل علينا ويجب ان يخرج من ارضنا وان ينزلق عن دولتنا. امر نوعا ما بدت كل الاشخاص التي نوعا ما كانت موجوده من وقت الاستعمار ثم نوعا ما كتبت ما بعد الاستعمار. فتقريبا هذه الاحداث وهذه الاشعار وهذه القصص ساهمت في توثيق بطء هذه المقاومات حفظت بذاتها واصبحت بشكل اشكال التاريخ الموازي للتاريخ الرسمي، ثم اصبحت كذلك تسعى هذه نوعا ما الاشعار الى قراءه ثانيه لتاريخ الجزائر وقراءه ثانيه لما عاناه الشعب الجزائري انذاك، ويبقى تاريخ ابنائنا ان كل مره نفتخر بهذه الثوره ويبقى ان عظمه هذه الثوره بقيت خالده. والعكس اصبحت نوعا ما ان كل فلسطيني يقول لك سافعل مثل ما فعل الجزائريون في ثورتهم، كانوا عزا كانت نوعا ادواتهم القتاليه بسيطه جدا ولكن لم يتخاذلوا مره ولم يدخلوا بالشك مره ان هذا الاستعمار يجب ان يخرج. صحيح. نعم امام هذا التحدي وهذا الاصرار كتب الكثير وتعاود تحط تحطنا وين هبطت شو ما تحطش في رومبوات رجع شقية وين زيرا منطقة وأجبت الكثير من الشهداء ومن الثوار ومنطقة حفظت الكثير من الوقائع. فيقول هذا الشاعر نبدأ بسم الله والله أكبر صلاة على محمد حبيب القوم في 54 أول نوفمبر والمجاهد كان على وطنه ملزوم. تلاحظوا أنه كل القصائد الشعبية تبدأ ب الله أكبر. لماذا؟ لأنه تلاحظ معي فاطمة أنه المجاهدين كانوا في معاركهم لا تسمع إلا هذا. صح. الله أكبر كما نسمع الآن هذا التكبير هذا الفلسطيني. الله أكبر وحدها هي شحنة عاطفية تجعل الإنسان إذا كان عنده شحنة 10 رجال كان عنده شحنة 100 رجال. وهذه في كل القصائد موجودة. فأما كنا متفقين والقلب محير والخبيثة قائمة بحرب محتوم، والخبيثة هي الاستعمار الفرنسي. وفي كل القصائد إما أنها تسمى الغول إما تسمى الخبيثة ولا ما تسماش هي الاستعمار الفرنسي. جتنا على قلوبنا كثيرا وكاد تقريبا في إحدى نوعا ما الأشياء التي وضعها في التخطيطات أنه يبكي كل نوعا ما المجتمع الجزائري التي كانت بعيدة جدا عنه ما أراد أن يصبوا إليه وما أراد أن يحققوا في هذا الشعب الذي حافظ على تراث على هويته وانطلاقا مما نوعا ما دونه الشعراء قد آنذاك أو مما دونه الشعراء بعد الاستقلال. نعم. طبعا الشعر الشعبي الكثير من الاشعار على كل لانه سيدي الخضر بن خلوف من الشعراء الجزائريين ويسمى اب الشعراء الشعبيين من الجزائر. طبعا هذا الشعر الى ان كان شعر 20 سنه يعني 24 سنه طبعا نوع من الشعراء الشعبيين كثير من الجزائريين قبل
Thank you.
وهذا الشعب
الو الو هاي عندي مفتاح فصل مش من حوايج انا عندي هادشي تما انا عندي حوايج تاعك كي برك ما عندي يا دمك وينك انت هاي مكن وجايك عاد تدرك هاي الله يطهرك شو دمك مش مشكلة حتى لكن جدك نلحق أمك مش مشكلة مش مشكلة صح